صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 883 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. ودلوقتي بما اننا حسنا على شريط الحالة فتح الشاشات وضعي ايه بنظهره، عايزين بقى نكمل جميلنا في الموضوع ده ونثبته. يعني لو الراجل فتح البرنامج، بعيد بقى عن الداتابيس خلاص، لو الراجل فتح البرنامج واختار من هنا اي وضع من دول يثبت، بحيث انه لو قفل البرنامج وفتحه تاني يفضل الوضع زي ما هو اختاره اخر مرة خلاص. يعني بسهولة كده وببساطة بفضل الله نعمله في ملف نصي وخلاص. بس هنعمل خطة. ايه هي الخطة دي؟ اننا هنعمل فولدر اسمه سيتنجز. الفولدر ده بينشأ مع فتح البرنامج لو مش موجود على طول. فين الـ FRM Start؟ هي اللي بتفتح اول ما البرنامج بيفتح. ادخل على الكود بتاعها خلاص. تعالى في اللود البداية كده، البداية قبل اي حاجة، اف لو دايركتوري مش موجود اطلع فوق using system.io. تعالى هنا كمل معايا، لو دايركتوري دوت exists اسمه ايه؟ settings. لو ده not exists على طول انشأه directory.createDirectory على طول اهو كده اهو انشأه على طول، امر مباشر مش موجود انشأه على طول، ما تفكرش، ما تبصش، ما تعملش اي حاجه خلاص. ده كده بداية. فخلاص احنا كده هننسى الفولدر ده خالص وهنتعامل معاه دايما ان هو موجود، ولا ايه رايك؟ هتيجي بقى تقول لي اصل ممكن واحد بعد ما يفتح البرنامج يحذف، فاهم؟ رخم صح؟ ماشي يا عم ولا يهمك. هقول لك على فكره حلوه، تعال نجرب مع بعض. شغل، مش البرنامج كده مفتوح؟ اه ماشي. طب اقفل البرنامج معلش.
بص انت مشكلتك لو البرنامج مفتوح صح، طب افتح البن الديباج هتلاقي السيتنجز اهو. لا انشأ، لان انا شغلنا البرنامج. احذف السيتنجز هتعزف معاك عادي. شغل البرنامج اهو بعيد عن الفيجوال ستوديو. تعال نجرب تسجيل الدخول. نزل البرنامج مينيمايز، هنحذف السيتنجز. حذف. طيب احنا بقى عايزين نتحقق دايما من الايه، من السيتنجز. خلاص بما انه مجلد هام يبقى احنا نظبط على قد ما نقدر. خلاص يبقى احنا ناخد الكود اللي بيتحقق من الفولدر وينشئه كات، ونروح مثلا في الفي. الفي ده المفروض للمتغيرات صح؟ ده متغير، ده متغير، ده متغير، ده متغير، ده متغير. ماشي خلاص بلاش الفي، تعال نعمل من بروجكت اد كلاس بس اسميه اف او ام. اف فانكشن، ام ميثود. شوف بقى براحتك، تعال نسميه ام وخلاص. ميثود على اساس سي شارب يعني ايه، بتحب كلمه ميثود اكتر يعني، لان عامه مش فارقه معانا يعني. خد بالك الام ده بقى ميثود، الميثود بتاعتك اللي انت بتشتغل بيها عامه في البرنامج. خلاص هي فكره بنعملها وربنا يكرم. هنعمل ايه؟ public static void. public static mean void. هنعمل ميثود نسميها check settings folder، بس تحقق منه انشئه create او create اللي هي ايه؟ create settings folder بس، وحط الكود هنا بس. الدايركتوري عايزين لها نيم سبيس، حط لها نيم سبيس بس خلاص، هيتحقق منه بس كده. وصلت معاك الفكره؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي هنا في كل حته بقى احنا عايزينها ام دوت كرييت ايه؟ سيتنجز فولدر، قوسين فاضيين وسيمي كول. امتى بقى نعمله؟ وقت لما هنكون هنشتغل. وقت لما هنكون ايه؟ هنشتغل. خلاص كده اقفل بقى الستارت خلاص، وتعالى هنا في المين وضع التكبير او وضع اللي هو يبقى وضع كبير. واخد بالك هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص بعد ما كل حاجه تبقى تمام هنسجل بقى اهو ام دوت، كل شويه هنعملها بقى. واخد بالك كرييت سيتنجز فولدر، بعد كده نبدا نشتغل بقى يعني، عشان احنا ايه هنشتغل على طول من ايه، من مسار السيتنجز بتاعنا. فهنعمل ايه؟ هنسجل. هنعمل ايه؟ هنسجل. هنسجل ايه؟ هنسجل وضع الشاشات. هنسجل وضع الشاشات. طب خلاص ما تروح بقى للام، قفلته ليه؟ فين هو الام؟ روح للام كده كمل بقى بتعمله عشان تسهل على نفسك كل حته. ايه public static void هنعمل ايه؟ ست ولا رايت؟ خليها ست. ست forms state، اعمل form state في ملف. طب هتعمله في ايه؟ هنعمله بنفس النوع ده يعني، انت هتبعته واحنا نعمله. فين هو؟ اهو النوع ده اللي هو فورم ويندو ستيت. فورم ويندو ستيت عايز نيم سبيس، نعمله نيم سبيس. ماشي فورم ويندو ايه ستيت، هنسميه ستيت. هيعمل ايه ده؟ هياخد الستيت يرميه في ملف. بس ياخد الستيت يرميه فين؟ في ملف. فين الملف؟ ادي يا عم ايه، هنعمل كان اسمه ايه، ستريم رايتر اس دبليو تساوي نيو ستريم رايتر. وهنا الملف عباره عن ايه؟
بقول لك ايه، هات هنا الميم وخد ده كده كات وحطه هنا بيست، صح كده؟ يوفر عليك سيتنجز باك سلاش 4 ستيت، 4 ستيت بس، ولا دوت اكس تي ولا اصلا اليوزر انا مش عايزه يفتحها، مالكش دعوه يا يوزر، من الاخر كده خلاص. ماشي هنعمل ايه؟ يا اس دبليو دوت رايت، بقول لك ايه الكلام ده يا باشا، في تراي كاتش بعد اذنك، وادي ايه مسج بوكس اعرض لي لو حصل حاجه. خلاص هنا بقى اهو الكود اهو، ماشي طبعا في نفس المكان، فاشيل دي بقى. هنا هنعمل ايه في الفاينل يا باشا؟ لو سمحت اقفله فاينلي، اقفله على فين فاينلي، تعمل ايه اس دبليو مش هيجي، عرفونا فوق الله يبارك لك. اه كات اس دبليو اهو اس دبليو ماشي دوت كلوز، يقول لك بقى ما نل ومش نل ومش عارف ايه وانت ما استخدمتوش الكلام ده كله. ماشي هنعمل ايه بقى هنا؟ اس دبليو دوت رايت، اس دبليو دوت رايت لاين، رايت لاين ايه؟ اف، لو لقيت الستيت اللي مبعود ده بيساوي ماكسمايزد يبقى اس دبليو دوت رايت لاين اكتب لي فاكر واحد بس كده، ايلس اف لو لقيته بيساوي مينيمايزد، لا نورمال الاول. بص انا عايز بنفس الترتيب اللي هنا، كبير عادي صغير، كبير عادي اس دبليو دوت رايت لاين 2، ده تاني وضع عندنا احنا في الشاشه. إلس اخر حاجه بقى خلاص، اس دبليو دوت رايت لاين ايه 3 بس، خلاص كده وكده كده في النهايه بيقفلوا. ماشي لغايه كده بفضل الله تمام، ده كده هيظبط الفورم ستيت. جيت بقى جيت واحده تاني بابليك ستاتيك فويد جيت فويد جيت فويد جيت string get نفس الاسم التاني get forms state get forms state، ايه ده؟ هو هيجيبه لك بقى، هو هيجيبه لك انت مالكش دعوه. يعني هو هيعمل ايه هنا؟ هو هيعمل string، او ثواني سيبك من string دلوقتي، هو هنا هنعمل ايه؟ هنعمل ستريم ريدر، الستريم ريدر ده اسمه اس ار يساوي نيو ستريم ريدر، ماشي. وقبل اي حاجه كرييت ايه الفولدر ده قبل ما نشتغل وقبل ما نعمل اي حاجه خلاص. ومش بس كده كمان، ده انا هقول له هنا انا بقرا بقرا هنا بقرا، فهقول له اف تمام لو لقيت فايل دوت اكزيست
فايل دوت ايه؟ اكزيستس. فايل دوت اكزيستس ماله؟ اللي هو اسمه ايه يعني؟ اهو نفس هاخده كوبي. هو ده كده زي ما هو كده. زي ما هو كده كوبي وبيست هنا زي ما هو. خلاص؟ لو موجود يبقى هنشتغل ان شاء الله. لا يبقى في مشكله. طب انا هحسم المشكله دي فين؟ اول حاجه بس حط لي المسار هنا وخد ده كده كات، حطه هنا بيست وعرف ده في الاول اهو كده يساوي نال. ليه؟ لان كل ده كده من الاخر هيبقى في تراي وكاتش. ادي تراي وكاتش اكسبشن لو حصل حاجه. لو سمحت ادي ايه؟ مسج بوكس اعرض لي الاكس دوت مسج هنا الكود اهو. خلاص ده كده بنل تمام. طبعا في النهايه الفاينالي فاينالي ايه؟ الاس ار ده دوت كلوز ماشي. هنعمل متغير سترينج ده اللي هنبعته له في الاخر. متغير سترينج، المتغير ده خلاص اعمله لي فوق بقى كده كده هنرجعه. ادي سترينج المتغير ده اسمه str state يساوي 3 ديفولت. الثلاثه بشكل ايه؟ ديفولت، او واحد بشكل ديفولت. خلاص. وهنا بقى نبدا نلعب عليه على الاس تي ار ستيت ده. الف ما تعملش حاجه خلاص، سيبك من الاف. ليه؟ لان انا حاطط فيه واحد خلاص، فتغني عن الاس واحد دي خلاص، هو كده بواحد خلاص خلصنا. يبقى هو مش هيدخل هنا الا لو الملف ده موجود. طب لو الملف موجود اقرا منه بقى. اس تي ار ستيت بيساوي الاس تي ار ده اقرا منه دوت ريد. ريد ايه بقى؟ ريد لاين. ريد لاين دوت ترم الشكل ده كده بس. خلاص كده انت قراته. قراته بقى ما قراتوش في النهايه ريتيرن يا ريس بره كل ده الاس تي ار ستيت بس. يبقى كده هو هيرجع لك الايه؟ الستيت. كده دول هيريحوك. ست جت ست جت خلاص خلصنا. تيجي بقى انت هنا تشتغل على الجهاز على طول، ولا تعمل كرييت ولا مش كرييت ولا اي حاجه. كل اللي انت هتعمله واخد بالك هتعمل ايه؟ هنا لما يختار، لما يختار هتقول له ست ام، قصدي ام الاول دوت ست فورمز ستيت، وهترمي له الفي دوت ايه؟ الكرنت. بس خلاص هو نفس الكود كوبي، هتحطه هنا بيست وهتحطه هنا بيست نفس الكود. بس ادي القصه كلها فاهمني. تيجي بقى هنا في اللود بتاع الشاشه كل اللي هتعمله ايه؟ هتظبط. بس هو كده كده انت مش هتشغل بالك بقى بملفات ولا باي حاجه. هي دي الجيت. الجيت هترجع لك واحد لو ما لقيتش الملف، ولو لقيته هترجع لك اللي فيه بس كده فاهمني. ولا نخليها ترجع الاستيت احسن؟ لا ترجع الاستيت احسن صح ولا ايه؟ صح ترجع الاستيت احسن. ترجع سترنج ليه واقعد اتشيك عليه؟ ترجع النوع ده اهو. ترجع ايه؟ النوع ده. واجي هنا بقى اعمل نفس الايه؟ نفس القصه فاهمني. انا هعمل ايه بقى؟ شايف دي هاخدها واعكسها، الافات دي شايفها؟ كوبي هاخدها واعكسها، خلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. هنا هيرجع الكلام ده خلاص. هتيجي هنا بقى كده حط ايه؟ حط الافات دي ماشي، واعمل متغير من النوع ده اهو كده. المتغير ده اسمه بيز ستيت او ريتيرن ستيت
returned state اللي هيرجع يعني. خلاص هنعمل له ايه بقى هنا؟ والله بص شايف ده هيبقى فوق وده هيبقى تحت، شايف هنا عامل ازاي؟ او خلي ده ستيت اهو، بلاش ريتيرن ستيت، خليه ستيت بس، الست اللي هنا ده ماشي. هنا اخد دي كده كات واحطها ايه؟ احطها تحت، واخد دي كات واحطها فوق، واخد دي واخلي دي يساوي واحده، خلي دي يساوي واحده وخدها كات حطها تحت، خد دي كات بالك. طيب وهنا اخر واحده خدها، خد دي كوبي، جيب الثلاثه اهي بس، ماكس نورمال مين. تيجي بقى هنا شيل الكلام ده كله كده، لو ايه؟ لو اس تي ار بتساوي ايه؟ وهنا نفس الايه؟ بس لو اس تي ار بتساوي ايه؟ بتساوي كده. خد بالك هتحط هنا سيمي كولون، حط هنا سيمي كولون، حط هنا سيمي كولون. وفي النهاية ماشي يا عم، خلي أو خليها بافتراضي مثلا ماكسمايزد، ده افتراضي يعني. خلاص في النهاية بقى هنا في النهاية خالص هترجع لي ايه؟ شيل بس الفراغات دي. في النهاية هنا هترجع لي ايه؟ ريتيرن الايه؟ الستيت، الستيت، ايوه بس كده، بس كده. يبقى انا كده خدت الستيت على طول عشان اما اجي هنا اشتغل وانا مرتاح. كل اللي انا هعمله هعمل ايه في الاخر؟ الفي دوت فورم كارنت ستيت بتساوي الام دوت جيت فورمز ستيت بس خلاص. اقفل بقى كل الكلام ده وتعالى نجرب شغل كده كده بقى، مش هنحتاج داتا بيز ولا بتاع، لان كل ده في ملفات نصيه يعني. شغل بقى البرنامج نفسه. هيعمل ايرور على فكره، هيطول وهيعمل ايرور عشان انا فاتحه تحت، نسيت فتحته تحت. بقول لك اقفل بقى البرنامج من هنا، انت فاتحه مره فمش هيعرف هو يكتب على نفس الملفات تاني. وصلت الفكرة؟ بس شغل تاني ان شاء الله يشتغل معاك. ادي تسجيل الدخول ماشي تمام، وادي ايه ماله ده؟ مال ريفرنس ماشي. وانا هعمله نيو بايه؟ طيب انا عايز اقفله ودخل قفله ليه اصلا؟ عشان ما لقاش الملف فدخل قفله، واخد بالك؟ اقول لك على حاجه تانية، حاجه احسن بقى من كده. لو الاس ار لا يساوي نل اقفله، وكده كده لو هو نل احنا مش محتاجين نقفله صح ولا لا؟ ونفس الكلام اعمله فوق مع الاس دبليو، ما تقفلوش الا لو كان لا يساوي نل. اس دبليو لو لا يساوي نل اقفل بس خلاص، صح كده ولا بس يا عم شغل دوس على الدخول اهو. هات بقى كده ايه كده، بص انا هاجي هنا وهختار ايه؟
وضع عادي، هو كده وضع كبير، خد بالك. بص انا هختار وضع عادي، وضع عادي، افتح البرنامج زي الفل، اقفل، وضع عادي اهو، وضع عادي، اقفل البرنامج، شغل البرنامج تاني، افتح بقى كده اي شاشة هتلاقيها وضع عادي. اللي ناقصنا بقى نعمل ايه؟ ثواني بقى كده، اقفل دي، نظهر في الاستاتس بار الوضع. يعني هنا احنا هنا بنظهره ازاي؟ ثواني كده، هنا بنظهره بالطريقة دي، وضع كبير، وضع مش عارف ايه، وضع مش عارف، صح كده؟ طيب احنا هنا بقى في اللود لازم نعمل الكلام ده، بعد ما نظبط، بعد ما نظبط دي نعمله، صح ولا ايه؟ بعد ما نظبط دي نعمله. طب ما احنا كده خد بالك، احنا ممكن نوفر في الكود شوية، وضع كبير، وضع عادي، وضع تصغير، نوفر في الكود، خد بالك. احنا ناخد دي كده ونعمل دالة حلوة هنا كده خاصة بالفور، برايفت فويد، الدالة دي خد بالك، برنت ستيت، اللي شغال ايه، برنت ستيت، خلاص اهي. وانت اقول له اف لو الفي دوت دي تساوي دي دوت دي، اطبع دي. خد وضع عالي، قط خد بالك، اف اعمل اهو، اف لو ال دي دوت دي تساوي دي، اطبع دي. خد الأخيرة يا عمي، لو بي دوت دي تساوي دي، لازم تكون واحدة من الثلاثة، ما ينفعش، صح ولا لا؟ بس. والبرنت ستيت يا باشا خدها كوبي وحطها، شوف بقى هتعمل ايه، حطها هنا، حطها هنا، شيل الفراغات دي، حطها خلاص كده، وحطها هنا بس. يبقى كده بفضل الله سهل ولا مش سهل؟ يبقى انت لما تيجي هنا كل اللي هتعمله الحركه اللي احنا عملناها دي هتخلينا نعمل كده بس، بدل ما نقعد نطبع مره واثنين وثلاثه، ولما هتيجي بعد كده تترجم البرنامج انت اللي هتتعب. يعني احنا كده بنحاول ايه، نخف تكرار الكود، صح ولا ايه؟ جرب بقى كده تاني كده، البرنامج هيفتح معاك اهو، اهو لوحده عامل وضع عادي اهو، اهو تفتح اي شاشه تفتح معاك في وضع عادي، وضع عادي. لو انت غيرت الوضع خليته وضع كبير وقفلت البرنامج وفتحته تاني وشغلته، وضع كبير اهو تحت، تفتح اي شاشه وضع كبير. لو غيرت خليته وضع صغير وقفلت البرنامج، افتحه تاني، ادخل على البرنامج اهو، وضع تصغير. لو فتحت اي شاشه تفتح كده اهو، خليه وضع عادي، نفس القصه كده، خلاص سبت كده. الوضع اللي انت بتختاره، الوضع اللي انت بتختاره بفضل الله بيفضل ثابت معاك اهو، تيجي تدخل كده بص يفضل ثابت معاك اهو، اخترته عادي يفضل عادي على طول. يبقى احنا كده زودنا اوبشن بفضل الله، ان احنا نثبت اخر اختيار العميل اختار بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما
انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.